والله حلوة شقة عم فكري دي يا خير. ودي ايه جاية دي؟ ده اسمه كمبيوتر يا خير. ما ردتش عليا يعني، بقولك ده ايه اصلا؟ ده اسمه كمبيوتر. هو اسمه كمبيوتر. اشتغل دلوقتي هتشوف. ترى عم فكري انت بس، انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلة نت يا خالي؟ وبعدين ايه الحل دي؟ يعني اصعب يعني، هل قصده يعني هو يقول لك ايه منين وعنده مثلا قرد عايز يوصى عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقول لك يا خالي، عم فكري ده شكله حكايه. يا سلام. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد، بنت اسمها، استنى هطلبها. الله ايه ايه هو خلاص عمال تيري بكتيري بكتيري بك. انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه في ساعتك انا؟ انت ما بتصرفش خالص يا هادي، عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناس، انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني، هتريحني منك؟ وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام، قال لك عندها تونتك. دي مسكونة ولا ايه؟ انت انا بص لي هنا، قرب هنا، تعالى اهو. لا يا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا فتح. يوه، واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقه. لا خلاص، لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه، يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى، اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف، وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ ده الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كاسيوس ده طيب؟ قول له ان الورق والامانه في الامان. اوكي؟ معي امان. انت مالك؟ قول له كده. خلاص انا هقوله خلاص. 012 01 012 01 0 1 7 7 7 6. حاضر أميرة. شايف الخلة دي؟ أيوة شايفها. ممكن تدور وشك؟ أيوة، دور وشك ناحية تانية. ممكن تبص لي؟ قرب لي شوية. ايوه حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي هنستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال، انا هنا يا هادي. ايه ده يا خال؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس؟ اطلع انت. خش يا هادي، تعال ادخل يا هادي، انا بتصرخ بره. ادخل جوه يا رب. انا خلاص ضعت يا هادي، ضعت خلاص. يا خسارتك يا جدع، ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من مرايه ضهر كوره. طب اهدى بس يا خالي، مش يمكن يا خالي اللي انت حكيتولي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط، وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيتو. وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي هنفخك، خيالك هيتنفخ يا هادي. طب روق يا خالي، روق. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي، ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي، هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمه يا مصر. انكر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. ان لله وان اليه راجعون. اللي انا عايز اقوله ايه يا خالي؟ ان الدنيا اتطورت. اتنورت. والتكنولوجيا بقت سهله. والناس دي معاها الصوره بتاعتك. معاها الاصوله؟ معاها الصوره خلاص. يبقى مفيش فايده من الهرب. مش هيدا من الهرم؟ من الهرب. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا؟ بس ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصل لك.
الحادثه ده صح. فهمت ولا بتهودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم قلت له عايز بس فكس. طب هاتي خالي النمره. نمره مين؟ نمره ايه ايه؟ اميره خالي اللي اديتك النمره دلوقتي. اه امينه. اميره اميره اميره, أميرة. اصبر وما اصبر. اتفضل. 01 كده يا خالي. النمره دي ناقصه بس. يبقى هي ساعه لما دخلوا عليها وسخنوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقيه الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمره. اه انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير نظريه الاحتمالات. ايه اللازمات دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين وفي كل رقم هنجرب مره. يعني هنقعد نجرب من 0 ل 9 في اخر النمره لحد ما نلاقي النمره اللي احنا عايزينها. ايه هذا كلام الكفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه هذا؟ الله في علم بس في ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ وهو كذلك. تقول حاجه ثانيه يا فندم؟ لا لا هروح انت. يلا حاجه يا شيف عشان تفطر. انا جاي تيجي تفطر معانا. تهبل البنت دي خساره فيها اللقمه. لغ انت. لو سمحت حضرتك. نعم. هو حضرتك تلاجة الميتين؟ تلاجة ايه يا جدعان؟ طب هو فين عم فكري؟ معرفش حد بالاسم. وحدو عم فكري. عم فكري. فكر ساكن هنا؟ انتوا بتطبخوا العيانين ولا ايه يا حضرتك؟ سلام عليك. انا رحت لك الاسم قالوا لي ان انت نقلت على المستشفى هنا. ايه اللي حصل لك يا عم فكري؟ اصيل يا تتا. لو ايه راجل لو كان عندي ابن ما كانش عمل معايا اللي انت عملته ده. قلت كده يا عم فكري. اهدى بس كده. قلت كده خالص. ايه ده؟ خاطر خاطر المتنفس الصناعي. خاطر في تنفس دلوقتي خلاص. ايه خالص. مثلا طلعت لي اميره في قناه النت وديت رقم تليفون بص. بس هو ناقص رقم. ايه بقى الرقم ده؟ لان هو بادئ 01. ها زير اجيب لك قرفه والمكسرات. انت فكري. الله اكبر يا ناس. اشغل لك ايه طيب؟ عم فكري. النمرة كام؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ النمرة كام؟ والبتاع ده بيعمل ايه؟ تقرير رسمي ماضي عليه اكبر دكتور عصبية ونفسية وبيقول ان الاستاذة اميرة غير مسؤولة عن تصرفاتها. يا ابن الايه يا شريف؟ برافو عليك. عرفت تجيب التقرير ده ازاي؟ دفتر شيكات طبعا. دفتر الشيكات اللي هانم عايزاه يكون بدون رصيد. مين اللي قال كده؟ يا شيف انا عمري ما فكرت ولا هفكر اذيك. انك ما تقدريش. عارفه ليه؟ لان بالتقرير اللي معايا دوت من بكره الصبح هتشرفي مستشفى المجانين. يا مجنونه. حرام عليك يا شريف. هو في ولاد عم يعملوا ببنت عمهم اللي انت بتعمله فيا ده؟ في بنت عم تخطط عشان تسلم ورث ابونا لخدامنا سلطان؟ قال ايه؟ عشان تراجع الحق لاصحابه. احنا اصحاب الحق ده؟ احنا بشوات وهنفضل طول عمرنا بشوات. انا بحذرك يا اميره. ما تمتحنيش صبر كتير. اخر مره بقولها لك الورقه فين؟ بدل الوش الحلو ده اشوهه. يا ويلي متى
الفرصة بتيجي مرة واحدة بس في الأسبوع، الفرصة بتيجي واحدة بس في الأسبوع. ما قلت لك يا خالي هي نظرية الاحتمالات. يا عم بلا حمالات بلا لبسة يا هادي، هي ناقصة أعرف على الصبح. والله لازم نجربها. يا راجل بلا فسخ بقى خلاص. وبعد كده استحمل يا خالي، دول 2 مليون جنيه. تصدق معاك حق. 2 مليون جنيه برضك يعني الواحد لو حولهم يعملوا 67 دولار. هتفرق برضه حياة البني آدم انت بس لو تفوق يا عم فكري. انما خلاص عم فكري معلق له الحاجات مات شكله كده مات تنيكي. اكلينيكي؟ هو مات ايه بيسموه مات ايه؟ اسمها مات كلينيكيا. كلينيكيا؟ مات كلينيكيا. طب ممكن تديني تليفونك اجرب بس مرة؟ حاضر. ايه ده يا خالد؟ يا عم امسك بقى انت يا محد ضامن نفسه. يلا بقى. هات النمرة معاك؟ نمرة ايه؟ النمرة اللي اديتها لك البيت؟ اه خلاص اهي. قول بقى. اكتب يا سيدي. قول. والله انت عارف يا هادي لو الموضوع ده حصل قسما بالله انا ما اتنازل ان انا اجيب لك طقم سليبات جديد. يا رب يحصل بس ان شاء الله. ركرة، جيبوا لك ركرة يمط. اكتب يا سيدي. ها. 01 01 01 01 تاني. لا ده انا بقول لك 01 باكد عليك ان يكون حد بلغ حاجه غلط. لا يا خالي انا طلعت انا كتبت 01. خلاص 01 ايوه. لا 01 ايه دي؟ هات يا خالي افتح السيكر، افتح السيكر عشان خاطر نسمع. الو الو انت فين يا سيدني؟ انا بتكلم بخصوص الورق. كل حاجه تمام بس عايزين الحلقه يا سيدي. عينيا حاضر بس قول لي عنوانك فين. وست وبس. اه ست وبس. بوسه بيه سم وسكر والعتاد.